جددت سلطنة عمان تأييدها للوحدة الترابية للمغرب، وعبرت عن تقديرها لحكمة القيادة المغربية في التمسك بالحل السلمي لهذه القضية. وجاء في البيان المشترك الذي صدر عقب انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية العمانية بمسقط برئاسة ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي ويوسف بن علوي الوزير المكلف بشؤون الخارجية في سلطنة عمان، أن الجانب العماني جدد بخصوص قضية الصحراء المغربية تأييده لوحدة المغرب الترابية، معبرا عن تقديره لحكمة القيادة المغربية في التمسك بالحل السلمي لهذه القضية. كما ثمن الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود العاهل المغربي الدؤوبة في تثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الإفريقية.